ودلوقتي الحقيقة ممكن ناخد بعض من الأسئلة، وشكرا جزيلا. معالي الوزير، يعني عايزين نعرف حضرتك بعد إذن حضرتك، يعني إيه هي أهم الاستثمارات الأجنبية؟ هل هناك استثمارات أجنبية يعني جديدة في قطاع البترول؟ وهل هناك توقيع اتفاقيات جديدة في هذا المجال، وخاصة في مجال التنقيب والاستكشاف؟ شكرا لحضرتك. تمام، أنا هرد على جزء من السؤال، وبعد كده يمكن مدام حضرتك تتكلم على استثمارات أجنبية، يمكن عندنا ممثلين للشركات الأجنبية هنا ممكن هم يردوا على الجزئية دي. على ماضي اللي هو اتفاقيات جديدة في الاستكشاف، احنا عشان كده أنا ذكرت إن احنا عرضنا 61 فرصة استثمارية في أغسطس اللي فات ده، وجاري العمل دلوقتي على المباحثات مع الشركاء اللي هم معنيين ببعض من هذه الفرص دي، واول لما يتم الانتهاء سواء من التوقيت بتاع المزايده اللي هو بالنسبه للمناطق اللي هي البحريه 12 منطقه بتاعت ايجاس، هيتم اعلان ايه الاتفاقيات اللي هي هيتم مضيها. وفي نفس الوقت في برضو من اللي هي الفرص الاستثماريه اللي هي ليها علاقه بالحقول اللي هي متقدمه دي، برضو اول لما يتم اللي هو الاتفاق بين الهيئه وبين الشريك سوف يتم الافصاح طبعا عن ماضي الاتفاقيات. وبالنسبه بقى الاستثمارات بالنسبه للشركة، لو في اي حد من الممثلين هنا من الشركة ممكن يتكلموا في الموضوع. واشكر حضرتك على السؤال. شكرا معالي الوزير على الدعوه الكريمه، وشكرا على السؤال. أنا نادر زكي، رئيس إقليمي لشركة بي بي. أعتقد حضرتك يعني غطيت جزء كبير جدا من الاستثمارات اللي موجودة في مصر في الفترة الموجودة حاليا. الفترة ديت زي ما حضرتك عارف مركزين على منطقة البحر المتوسط، وزي ما قلنا هو الهدف الأساسي هو زيادة الإنتاج. ولما بنتكلم على زيادة الإنتاج هو في هدفين لزيادة الإنتاج. الهدف الأولاني إن احنا نواجه الانخفاض الطبيعي اللي موجود في الحقول المنتجه، والهدف الثاني هو المرحله بتاعت الاستكشاف. واحنا موجودين على الارض دلوقتي واحنا بنتكلم في حفار موجود في البحر المتوسط. الحفار اللي موجود في البحر المتوسط دوت بيعمل اثنين برنامجين، البرنامج الاولاني برنامج علشان نزود انتاج حقل ريفن، والبرنامج الثاني هو برنامج استكشاف. التكلفه بتاعت البرنامجين دول تقريبا 800 مليون دولار. الهدف منها ان احنا نزود 200 مليون قدم متر مكعب لحقل ريفن، ونبدا نخش في بيرين استكشافيين بعد ما نخلص البرنامج الاولاني ده على طول. والبرنامجين الاستكشافيين دول موجودين او اتعملوا بخطه بعد ما احنا درسنا دراسات سيزميه في الفتره اللي فاتت، ودخلنا تكنولوجيا جديده اللي هي الاوشن بوتوم نودز، اللي بتساعدنا على ان احنا نعرف اكتر ونحلل اكتر السايزميك اللي موجود، ونقدر حتى نوصل لخزانات صغيره. وعلى فكره مش لازم يبقى كل حاجه خزانات كبيره، احنا ممكن من خلال خزانات صغيره نسرع انتاج ونطلع، علشان التسهيلات موجوده وربطها سهل. الفكره طبعا لما انا بتكلم على استثمار ب 800 مليون دولار في الوقت دوت، ده يتقال ان هو ثقه في القطاع البترول المصري، والتعامل كشريك مش مجرد ان احنا بنشتغل على مشروع صغير ونمشي. احنا موجودين هنا علشان المدى البعيد، موجودين بقالنا 60 سنه وعايزين نقعد ل 60 سنه تانيين، وهو ده الهدف اللي احنا بنشتغل عليه. شكرا. شكرا، شكرا جزيلا. ايوه ثانيه. تمام، اوكي، شكرا. لو حضرتك تسمح لي، كان في العرض اتكلم عن جهود مصر في قطاع الطاقه، فايه هي اوجه التعاون بين مصر والدول المجاوره، وازاي حضرتك يمكن اشرت في البدايه بس يعني ما كملتهاش، ازاي اليات تحويل مصر وتعزيز دورها كمركز اقليمي للطاقه؟ شكرا. تمام، شكرا جزيلا على السؤال ده. الحقيقه احنا دايما بنتكلم على موقع مصر يعني استراتيجي، يعني مصر يعني ربنا اداها موقع استراتيجي يعني على البحر الاحمر، البحر المتوسط، بتربط بين
يعني آسيا والدول العربية بتربط مع أوروبا ومع أفريقيا. فكمركز إقليمي مصر الحقيقة فيها بنية تحتية في قطاع البترول، غير كمان بالإضافة طبعا البنية التحتية على مستوى الدولة، سواء بقى بالنسبة كطرق منشآت ومواني وكده. في قطاع البترول نفسه في عندنا بنية تحتية في قطاع البتروكيماويات، قطاع اللي هو التكرير، والإمكانية على تسهيلات للتصدير، مصانع اللي هو للتصدير اللي هو الغاز. ودي شيء مهم جدا عشان احنا نقدر ان احنا نفعل دور مصر الإقليمي ده. فده يبقى له جزئتين، جزء له علاقة بالإنتاج اللي هو بتاعنا، لما يكون عندنا احنا إنتاج زيادة فائض نقدر ان احنا نصدره عن طريق اللي هو التسهيلات اللي هي موجودة عندنا، وان احنا نقدر مثلا نتعاون مثلا مع دولة زي مثلا اليونان لإدخال مثلا الغاز ده لأوروبا، لأن هم عندهم برضو شبكة إدخال لأوروبا من خلال مثلا اليونان، عشان كده بنعمل تعاون كتير برضو مع اليونان مثلا في هذا المجال. في نفس الوقت مثلا اللي هو التعاون مع أوبروس ده مثلا مثال آخر مهم جدا، لأن احنا نقدر ان احنا نتعاون مع أوبروس بحيث ان احنا نعطي اللي هو الإمكانية لشركائنا اللي هم بيشتغلوا في مصر وبيشتغلوا عندهم حقول في أوبروس على ازاي استخراج اللي هو الغاز ده وتوصيل الغاز ده للمستهلك اللي هو مستهدف منه الغاز ده. والمستهلك ده يا اما اللي هو الغاز ده نقدر نربط الغاز بشبكه بمواسير على التسهيلات اللي عندنا في مصر، وبعد كده نتم اللي هو تصديره سواء بقى لاوروبا او لاي مكان اخر، او في استخدام اللي هو الغاز ده للسوق اللي هو المحلي اللي هو بيزيد بسعر متفق عليه مع الجانبين، او اعطاء الفرصه للمستثمر في الغاز ده ان هو يدخله في مصانع البتروكيماويات اللي هي موجوده في مصر لخلق قيمه مضافه، وان هو يقدر ان هو يصدره لبره. فالتعاون اللي هو الاقليمي ده الحقيقه بيتم على كذا اتجاه، ويرتكز على الإمكانية بتاعتنا ان احنا نفعل دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، ويكون في استفادة لمصر واستفادة للمنطقة في تداول الغاز. شكرا حضرتك. هل هناك خطط لمراجعة او تعديل اسعار الوقود في السوق المحلية قريبا؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وضمان استدامة الاقتصاد المصري؟ شكرا. تمام. اولا يعني قولا واحدا عشان بس اكون واضح فيها، ان احنا ما عندناش اي خطط لزيادة اسعار المنتجات البترولية خلال اللي هو 6 أشهر اللي جاية، يعني كما يعني ذكر الحقيقة واعلن دولة الرئيس يعني في مؤتمر من كام يوم. الحاجة التانية اللي هو هرجع على آلية اللي هو قصة اللي هو التصعير، احنا الحقيقة الاهتمام اللي هو الأول ان احنا نزود اللي هو الإنتاج المحلي، لأن انا اتكلمت على العوامل اللي هي بتؤدي إلى الفجوة بين اللي هو سعر تكلفة المنتج وسعر المنتج نفسه. وعشان كده احنا كل مجهوداتنا الحقيقة متركزة على العمل على زيادة اللي هو الإنتاج، فبالتالي ده يقلل اللي هو الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية اللي هي في الآخر بتؤثر على التكلفة اللي هو النهائية للدولة. وفي نفس الوقت برضو أحب أن أنا أوضح أن حتى مع اللي هو الزيادات اللي هي تمت دي، الدولة النهاردة بتدعم المنتجات اللي هي البترولية، وهنا بتكلم على مجرد حتى اللي هو البنزين 92 و95 والسولار و80، يعني بنتكلم حتى النهاردة اليوم ده بنتكلم في حدود 10 مليار جنيه كل شهر دعم. فالدولة بتكمل اللي هو الدعم، واحنا بنشتغل كلنا كشركاء عمل في زيادة اللي هو الانتاج اللي هو المحلي، عشان نشتغل على تقليل اللي هو الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية، مما في الآخر سوف يؤدي إلى توازن لسعر المنتج. شكرا لحضرتك. شكرا معالي الوزير. أنا اسمي محمد إبراهيم مندوب جريدة الدستور
كنت عايز اسال حضرتك عن سؤالين. سيادتك كنت اشرت في بيان سابق منذ حوالي اسبوعين الى ضروره تحويل هيئه الثروه المعدنيه الى هيئه اقتصاديه. ماذا تم في هذا الشان؟ وهل ننتظر قريبا اعلان تحويل هيئه الثروه المعدنيه الى هيئه اقتصاديه؟ وما جدواه؟ السؤال الاخر، كان في كشف تجاري اعلن في منطقه اقاد بجنوب مصر سنه 2020، وفي 2023 تم بدء الانتاج التجريبي للذهب. ماذا تم في هذا الموقف؟ شكرا يا فندم. طيب شكرا جزيلا. انا هرد على الشق الاولاني، وبالنسبه بقى الشق الثاني ممكن ارجع لحضرتك، لان ايه المعلومه دي يعني هرجع لحضرتك فيها. بالنسبه للي هو المعلومه الاولانيه او السؤال الاولاني اللي هو له علاقه بتحويل هيئه الثروه المعدنيه لهيئه اقتصاديه، دي احنا جارين العمل في ده، ودلوقتي ده داخل في اللي هو اجراء اللي هو التشريعي عشان ده ان هو يتم. وعشان كده انا الحقيقه ذكرت الروح التكامل والتعاون مع الجهات اللي هو التشريعيه في الدوله ومجلس النواب ولجنه، سواء لجنه الطاقه او لجنه الصناعه، فاحنا شغالين في الشق ده، وده جزء من مجهود الدوله ان احنا ازاي نقدر نعظم من ثروات مصر التعدينيه عن طريق تحويل الهيئه الى هيئه اقتصاديه، الى جانب الحقب اللي هي تحفيزيه للاستثمار في قطاع اللي هو التعدين. فيعني ردا على سؤال حضرتك، احنا دلوقتي منتظرين الاجراءات اللي هي التشريعيه، وبعد كده ان شاء الله سوف نعلن امتى يكون ده تم. شكرا لحضرتك وشكرا على السؤال. تفضل. مساء الخير. مساء النور. اهلا. عمرو محمد، القاهره 24. سؤال بخصوص ترسيم الحدود ما بين مصر وبعض الدول، السعوديه، قبرص. عايزين نعرف هل في الفتره القادمه ان شاء الله بعد حقل زهر بعض التطورات الجديده في المنطقه ديت وظهور بعض الاكتشافات؟ والله انا اقدر اقوله ان احنا حاليا فعلا كل تركيزنا على زياده اللي هو الانتاج وزياده اللي هو اعمال الاستكشاف من المناطق المصريه، وازاي ان احنا نقدر نخلق بيئه جاذبه للاستثمار مع جميع الشركاء لزياده الاستثمار بتاعتهم لزياده الانتاج سواء من الزيت او الغاز، والتعاون مع شركائنا في الاقليم. شكرا لحضرتك. شكرا. كنت عايز اسال بس حضرتك عن موقف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، خاصه طبعا ان مبادره حياه كريمه يمكن احدثت قفزه كبيره في هذا المجال. الحاجه الثانيه كنت عايز اسال عن سداد مستحقات الشركات الاجنبيه، هل يعني موقف المستحقات ايه، وهل ممكن يكون هناك نوع من التاجيل او في المستحقات، هل في مفاوضات بهذا الشان؟ شكرا. تمام. بالنسبه للسؤال الاولاني وتوصيل الغاز للمنازل وحياه كريمه، الحقيقه احنا كقطاع بترول يعني فخورين ان نكون جزء من مبادره حياه كريمه والتاثير الايجابي على المواطن المصري. وتحويل اللي هو توصيل اللي هو الغاز للمنازل يمكن زي ما انا نوهت في العرض له ايجابيات كبيره جدا في تقليل اللي هو الاعتماد على البوتاجاز وتقليل الاعتماد على الاستيراد والفاتورة الاستيرادية للدولة. فردا على سؤال حضرتك، الإجابة نعم، احنا مستمرين في ده وفخورين ان احنا نكون يعني جزء من مبادرة حياة كريمة. اما بالنسبة للسؤال للشركة، احنا برضو لازم نبتدي هو الأساسيات، ان مستحقات الشركة دي مستحقات ليهم، فدي مستحقات، واحنا الحقيقه على جميع قطاعات الدوله ملتزمين، واعلنا اللي هو الالتزام بسداد اللي هو المستحقات للشركه، وجاري دايما التواصل مع الشركه في سداد هذه المستحقات، سواء عن طريق حقب تحفيزيه او عن طريق جدول بعض اللي هو المستحقات دي. فاحنا مستمرين في ده، وده حاجه احنا كدوله مهتمين جدا بيه في كل المستويات. استاذن حضرتك مع الوزير المهندس صادق السعودي عايز يعلق. طبعا. أنا طلبي. أنا وسام طلعت السويدي، رئيس مجلس إدارة EIG اللي هي برضو متعاقدة، ولكن أنا آسف أنا هتكلم دلوقتي بصفتي كرئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب. أنا هتكلم عن 3 points أو 3 نقاط وهم مهمين. هو التأكيد لبعض الإخوة اللي موجودين، لأني سمعت أسئلة كتيرة على موضوع مثلا سعر المحروقات عموما.
لازم برضو نقول الحقيقة إن من أول ما تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة لما دخلنا المجلس 2015 اتخذ موافقة من المجلس، والموافقة دي موجودة لغاية دلوقتي، إن احنا هنشيل الدعم على المحروقات وبالنسبة برضو للكهرباء على مدار 5 سنين. أيام ما كان الدولار ب 8 جنيه وكان لتر البنزين ال 92 أو 95 كان ب 8 جنيه، يعني كان لتر البنزين ساعتها بدولار. النهارده كنا احنا زمان اغلى بكتير من السعوديه والبلاد العربيه، مش هقارن باوروبا او بامريكا او البلاد دي، ولكن النهارده احنا بقينا من ارخص البلاد حتى الزياده اللي زادت عن اي بلد دوله في العالم. فهي في الاخر هي ريليتد للدولار. لو احنا اتكلمنا على السعر الحقيقي يبقى هنتكلم ان سعر البترول هنتكلم على 95 او كده في البلاد بره بدولار حضرتك واكتر من دولار. فاحنا لسه ما زلنا اسعارنا قليله، ولكن احنا عارفين ظروف البلد، عارفين اللي بيحصل، فتأجل موضوع شيل الدعم بالكامل. طبعا لما حصل فرق الدولار يمكن الدعم النهارده في 2024 بقى اضعاف الدعم اللي كان في 2015 قبل ما نبدا نفكر نشيل الدعم. فانا دي انا بقول لحضرتك، طبعا حضرتك دي مبادره كويسه جدا ان احنا نبدا، لان هو الصح ان احنا نزود الانتاج بدل ما بنستورد بالغالي وندي الدعم، لا احنا يبقى انتاجنا احنا ونطلعه زي ما احنا عايزين. دي اول بوينت. الحاجه الثانيه برضو لكل الشركاء الموجودين مع حضراتكم كوزاره البترول، اذا كان جدد او الناس القديمه اللي شغاله، انا اطمئن الجميع ان حضرتك عارف وكل الاخوه في وزاره البترول يعرفوا ان احنا ما بنتاخرش عن اي كونسيشن. اول ما بيجي للمجلس انا ببقى مستعجل جدا ان اخلصه عشان بالفعل ان الشركات تبدا. واحنا وانا بعلن دلوقتي قدام حضرتك، احنا عندي دلوقتي 5 اتفاقيات موجودين في المجلس هيخلصوا ان شاء الله في خلال الاسبوعين اللي جايين، هينزلوا جلسه عامه، ونتمنى احنا كمجلس نواب الكثير من الكونسيشنز عشان نقدر نعمل حاجه في الاخر للمواطن. شكرا لحضرتك وشكرا للجميع. شكرا طلعت بيه. شكرا ست ايمن، شكرا جزيلا. وكده الحقيقه انا يعني احب اشكركم يعني جدا على يعني على وقتكم النهارده، وانا برضو يعني احب اكد ان اللقاء ده يعني مش هيكون ان شاء الله اخر لقاء، واحنا ك يعني وزاره البترول والثروه المعدنيه دايما هنكون حريصين ان احنا نوافيكم بالمستجدات في اللي هو في القطاع، وان شاء الله برضو ان انا يعني باثني على روح العمل التكاملي مع الجميع، لان انا يعني مؤمن واحنا كلنا مؤمنين ان احنا التحدي اللي هو موجود قدامنا تحدي، وقادرين بالشغل اللي هو تكاملي مع شركاء اللي هو قائمين حاليين، مع شركاء الجدد ورجال اعمال اللي هو شركاء المستثمرين قطاع الخاص المصريين الوطنيين. بشكرهم مره ثانيه الحقيقه اللي انضموا الحقيقه للمبادره واللي هينضموا للمبادره دي، وبشكر الحقيقه الروح ان احنا نقدر ان احنا نشتغل مع بعض وان احنا نلبي طلبات المواطن المصري. وشكرا جزيلا لكم، وان شاء الله نكون في لقاء قريب باذن الله.